الحمد لله يعني التظاهر الحمد لله جبنا المرتبة الثانية وحافظنا على المرتبة الثانية، يعني مرتبة إيجابية في حد ذاتها، وكانت الأجواء جد جد صعبة مع المنافس الموريشيس جون فالبير، المنافس قوي والمحتل رتبة 20 عالميا، فهو كانت يعني بالنسبة له يعني أجواء المطبات الهوائية في الصالح دياله أكثر من الصالح ديالي، فاحنا كنا نتمنوا ان الهواء يقدر ينزل شويه ساعه ما نزلش، بقى ثابت، بقى رافالو ومطبات زائد مطبات هوائيه اللي كانت صعب جدا اننا نقدروا نحصلوا على المرتبه الاولى، فحصلنا على المرتبه الثانيه اللهم لك الحمد، الحمد لله مرتبه مشرفه في الدوره الافريقيه الشاطئيه ديال سال 2019.